أخصائي الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، لقب يحلم الكثيرون لحمله، ومهنة الحاضر والمستقبل، شهادة وبرنامج تدريبي بين متناولك الآن عبر البرنامج التدريبي الذي يقدمه مركز HDTC بالتعاون مع شركة Action to Action العالمية، مع المدرب محمد العواد خبير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي الذي أنجز مشاريع حكومية شهيرة وصاحب أبرز خبراء المجال. البرنامج تطبيقي ومعتمد عالميا ويغطي المسارات التالية: الروبوت وعلومه، تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، علوم تحليل البيانات الضخمة، الأمن السيبراني وغيرها. ولا تنسى، هي فرصتك لتكون من رواد الثورة الصناعية الرابعة وقادة التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية أو القطاع الذي تعمل فيه. للتسجيل والمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل عبر الحسابات التالية: